والمتابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. نعم، إلى وقفتنا وتنضم إلينا فيها الزميلة فاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. أهلا بك رجاي رمزي، وأهلا بك إلهام ممر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعدا مستقبليا لمؤشرات الاقتصاد المصري. وكشف التقرير عن أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، والتي تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل نحو 4% العام المالي 2022-2023 ليصل إلى 5.9% عام 2027، فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل نحو 15.8% العام المالي الحالي و7% حتى عام 2027، كما توقع الصندوق تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 88.3% في العام الحالي و77.9% حتى عام 2027، بينما توقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 39.6% هذا العام و28% في العام المالي 2026-2027. أعلنت وزارة الزراعة أنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري. تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 72 مليون دولار، وأضافت الوزارة أن الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار، وحوالي 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 28 مليون دولار، وأيضا أضافت أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار. وفي السياق المتصل، تواصل لجان مشاكلة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية والجهات الرقابية حملات التفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف والمستوردين للتأكد من عدم بيع مستلزمات الأعلاف في السوق السوداء. شهدت محافظة دمياط افتتاح معرض أهلا رمضان الأسبوع الماضي في مدينة دمياط القديمة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين. ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض آخر في مدينة دمياط الجديدة ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. يضم معرض مدينة دمياط القديمة 15 قسما بتخفيضات تصل من 20% إلى 30%، يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة التجارية للتخفيف عن كاهل أبناء محافظة. احنا بدأنا بمعرض دمياط، هنبدأ في رأس البر في معارض دمياط الجديدة، معارض على مستوى المحافظة كلها، مراكز ومدن ان شاء الله كل مكان هيبقى فيه معرض. بنحاول نوفر السلع بحيث ان هي كله يبقى متواجد بأسعار مخفضة وأسعار متداولة يعني للناس. فكرة المعرض كويسة جدا، المعرض حلو بالنسبة للأسعار الخارجية وبالنسبة لغلاء الأسعار الخارجي، وخصوصا ان دي تبقى مبادرة من الدولة، ان الدولة هي اللي تحارب الأسعار وتحارب فكرة التجار اللي بيتحكموا على الأسعار، يتحكموا في الأسعار بمزاجهم. جيت هنا المكان بصراحة مكان جميل جدا، اشتريت رز واشتريت مكرونة، الأسعار حلوة جدا جدا عن بره بصراحة. أنا بعد كتير على المعرض وبشوفه، لكن ما جرأتش مرة أدخل، قلت مش معقول، فأنا احتجت رز فسألت عليه كله 18، دخلت المعرض لقيته ب14 جنيه. والله الحاجة رخيصة هنا الحمد لله، تمام، والمعرض ماشي تمام، والحاجة مدعمة هنا كويسة، ويا ريت بدل ما يبقى المعرض واحد واثنين وثلاثة، والحمد لله والحاجة أرخص من بره بكتير كمان. وأنا معدي تلاقيت المعرض ما شاء الله، دخلت المعرض تلاقيت في حاجات كتير حلوة، في الرز عجبني سعر الرز جدا 14 جنيه، بره الرز ب 18 جنيه وب 20 ومش موجود. افتتح في مدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية، يأتي ذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم من أجل توفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ولإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع بالأسواق وفرض الرقابة على الأسعار.
أكثر من 20 طنا من السلع الغذائية تضخ يوميا داخل معرض أهل رمضان المقام بمركز أهناسيا التابع لمحافظة بني سويف، والذي جاء ليكون منقذا للأسرة المصرية من تضخم الأسعار. في كل ما يخص المواطن من السلع الأساسية الضرورية اللي هو يحتاجها المواطن من السكر ومن الزيت ومن الرز ومن السمن ومن كل ما يحتاجه المواطن هيلاقيه بتخفيض يصل قد من 20% ل 30%. وجود مصداقية في التسعير اللي موجود هنا أقل من اللي بره والبيع بسعر الجملة وفقا للتعليمات، فالحمد لله دخل الناس. يعني النهاردة المعرض حضرتك احنا في اليوم الكام؟ احنا من يوم السبت النهاردة الأربع. شوف الإقبال حضرتك عامل عليه ازاي. من الرز ب 15 جنيه، دجاج 24 جنيه، جبنة ب 10 جنيه، زيت 85 جنيه، بره بتباع ب 105 و100 جنيه. الأسعار برضو متعودة كويسة، برضو أن السكر بنبيعه ب 17 جنيه، الرز ب 15 جنيه، الازاز الزيت بقى ازاز فيه بس يعني ازاز 700 فيه ازاز كل حاجه بسعرها. شهد المعرض الذي تنوعت منتجاته التي يحتاجها كل بيت مصري ازدحاما كثيفا من المواطنين لما يقدمه من اسعار انخفضت عن الاسعار التجاريه بنسبه وصلت الى 20%. لا الاسعار تمام ومتناول الجميع، واديك شايف الناس كلها جايه على المكان والحمد لله يعني، وبنشكر السيد الرئيس وبنشكر الناس كلها اللي ساهمت في الموضوع ده. الرز حلو يعني بتجيبه عندنا ب 20 حلو، موسى ب 17 حلو، والسكر بردك حلو ب 17 جنيه حلو. يعني كل حاجه بتخف معانا شويه بردك الغلا، الناس مش محتاجه بردك لكده وكده. نشتري الرز بره بكذا، نيجي لهنا ب 15، انا بره ب 17 ونص ب 20. كما تصدر قسم اللحوم اقبالا كبيرا من الجمهور نظرا لجوده اللحوم البلدي المقدمه للمواطنين، حيث يتم ذبح 3 رؤوس من الماشيه يوميا لسد احتياجات اهالي المنطقه. خل عجل يزن 400 كيلوغرام يوميا بهذا النظام بسعر 150 كيلو، 150 جنيه للكيلو، وطبعا دي باسعار اقل بكتير قوي من الموجود بره. يعني اسعار بره يعني تلاقي هنا تخفيض وصل من 20 ل 30% في اللحمه بالذات. احلى حته لحمه دي وبتتباع ب 150 جنيه وبتناول الجميع، ولحمه كويسه وزي الفل، ويا ريت الجزارين كلها تتعامل زي ما هو ده بيتعامل. ياتي معرض اهلا رمضان قبل بدايه الشهر الكريم ليوفر كافه احتياجات الاسر من السلع الاساسيه للمعيشه، والذي تاتي في اطار توجيهات الدوله لتخفيف الاعباء عن المواطنين. من محافظه بني سويف، محمد الخطيب، التلفزيون المصري. أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع للمؤشرات باستثناء إي جي إكس 70 وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.13 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 42% ليغلق عند مستوى 15528 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 17% ليغلق عند مستوى 2809 نقاط، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 34% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط وسط زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية الضبابية الاقتصادية عالميا وإعادة فتح الصين لاقتصادها. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% إلى $80.63 للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى $75.53 للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.8% لتصل إلى $3.22 للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.64% لتسجل نحو $3.07 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قفز العجز التجاري في تونس إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 25 مليار و200 مليون دينار، أو ما يعادل 8 مليارات و200 مليون دولار، مقارنة مع 16 مليار و200 مليون دينار في 2021 بزيادة حوالي 55%. توقع البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي أن يبلغ معدل التضخم 11% في المتوسط في عام 2023 ارتفاعا من 8.3% في 2022، وتخطى معدل التضخم السنوي في ديسمبر حاجز 10%. We'll be right back.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام ورجاء لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.